زوجة توفي عنها زوجها وهي حامل، هل تقضي عدتها 4 أشهر و10 أم تنقضي إذا وضعت ولو كان أكثر من 4 أشهر؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل سواء من طلاق، يعني عدة الحامل من طلاق أو من وفاة، تنتهي عدتها بالوضع. لو مات اليوم ولدت غدا، بعد 5 أيام ولدت انتهت عدتها، بس تنتهي عدتها بالولادة. مات اليوم ولدت بعد 9 أشهر عدتها 9 أشهر. فالحامل عدتها مرتبطة بوضع الحمل، متى وما ولدت انقضت عدتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فاطمة بنت قيس كانت سبيعة الأسلمية سبيعة الأسلمية كانت حاملا، فتوفي زوجها ثم ولدت من الغد، ولدت من الغد، فقال لها رجل يقال له أبو السنابل لم تنقض عدتك حتى تجلسي 4 أشهر و10 أيام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضت عدتك، انقضت عدتك، فتنقضي العدة بوضع الحمل. وإذا تأخر الحمل باقي 7 شهور وتولد عدتها 7 شهور. فالمهم عدة الحامل سواء عدة طلاق أو عدة وفاة مرتبطة بوضع الحمل وليس بالأشهر والحيض.